السلام عليكم ورحمة الله. هذه شجرة الحمضيات نوع جريب فروت، عمرها تقريبا 20 سنة. وهذه شجرة برتقال أبو سرة، عمرها تقريبا 5 سنوات أو داخلة في 6 سنوات. مضى على وقت التزهير شهر، ونلاحظ الآن عقد الثمار بشكل جيد وبدون إصابات. لاحظ القشرة الحمد لله سليمة. طبعا رشيناها على التربس 3 مرات وعن العناكب مرة واحدة. قد ذكرت كل هذه التفاصيل في القناة، خاص في الحمضيات، في عدة فيديوهات خاصة في العناية بالحمضيات. كما نلاحظ الثمار موجودة، والسنة هذه ثمارها أكثر. الري طبعا هنا الآن 16 أبريل، فالري سوف يكثف أكثر من السابق. قلنا قبل وقت التزهير يكفيها الري مرة في الأسبوع إلى مرتين في الأسبوع، نصف الحوض. ثم مع بداية شهر أبريل نخليها 3 مرات في الأسبوع، ولكن ري غزير يعني ملء الحوض 3 مرات. ومن شهر 5 نخليها يوم ورا يوم، ونستمر إلى شهر 6. من شهر 6 يوميا، من شهر 7 يوميا، وشهر 8 يوميا. بعدين من شهر 9 يخفف الري. طبعا التربة عندي هنا رملية بالمنطقة الوسطى شديدة الحرارة، الري يكون شهر 9 يوم ورا يوم، ثم في يومين ورا يوم لأنه يعني يبرد الطقس، ثم بعد ذلك كل أسبوع مرتين. وحتى شهر 12 نخفف الري، يعني يكون بالأسبوع مرة يكفيها أو مرتين. طبعا زيادة الري لا تضر الثمار، ولكن من باب الاقتصاد بالري. يعني لو واحد يقول بروي يومي عادي، ما في أي مشكلة مع الحمضيات. هذه برتقالة أبو سرة ما شاء الله تبارك الله. أتمنى لكم موسما طيبا. طبعا التسميد مذكور في القناة، ممكن نذكر فيه الآن بعد عقد الثمار بهذا الشكل. لا تحتاج إلى تسميدك فيها، ما وضعناه من السوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي في شهر 1 ميلادي، أو تضع الداب أو الماب يعني فسفور لتقوية الزهور وعقد الثمار بشكل جميل. ثم بعد ذلك تتركها إلى مثلا نقول من شهر 5 ميلادي، من شهر 5 ميلادي يعني على نصف شهر 5 ميلادي، بعد شهرين من التزهير نبدأ نعطيها. إذا تحب الMBK أو أنت راعي تسميد في الMBK، تعطيها 12-12-17 سماد أزرق، ويكون يفضل يكون نوعية جيدة مثل النوع الألماني. وكل شهر دفعة، كل شهر دفعة ملء الكف بهذا الشكل، 100 غرام إلى 120 غرام للشجر هذا الكبير. الشجر الذي لم يثمر وعمره سنة ونص أو سنتين أو 3 سنوات، هذا لا تهتم به من ناحية الإثمار لأنه توه صغير، ولكن تهتم من ناحية أنك تربيه كشجرة، وتهتم بتسميد اللي يساعد على النمو الخضري، وعلى أكثر من التسميد الذي يعتمد على تقوية الثمار. كما نشاهد هنا ما شاء الله عقد ثمار كثير ولله الحمد. تعطيها كل دفعة، كل شهر دفعة من آخر شهر، يعني نقول من نص شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8، 4 دفعات، ثم تتوقف عن تسميدها. هذا السماد العالي البوتاسيوم، فيه طبعا يوريا اللي هو النيتروجين، وفيه الفسفور، وفيه ايضا البوتاسيوم 12-12-17. هذا ايضا لمن يحب التسميد العضوي الكيماوي. اما التسميد العضوي فالذي وضع كمية من السماد العضوي في شهر 12 او 1 ميلادي يكتفي به ويكفي ان شاء الله الشجرة، الا اذا لو ظهر عندك نقص في الحديد، ونقص الحديد يظهر في النموات الجديدة يكون لونها أصفر، فهذه تعني نقص حديد، ممكن ترشها بالحديد أو تضع الحديد تحت بمقدار 1 غرام من الحديد لكل 1 لتر، أو تضع مثلا تحت التربة مقدار مثلا 100 غرام زي ما قلنا ملء الكف مرة واحدة يكفيها إن شاء الله طوال الموسم، لأن الحديد ليس من العناصر المستهلكة كثيرا، يكفي في السنة مرة أو مرتين. هذه أهم الملاحظات والمعلومات إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم. طبعا حصل تساقط ببعض الثمار بسبب المطر الشديد والبرد الذي ضرب الشجرة، ولكن ما زالت محتفظة ولله الحمد بعدد جيد وممتاز من الثمار. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا دائما القناة في الفيديوهات، دائما تحدثت عن موضوع فسيكون فيه بإذن الله تعالى موضوع قبل موجود في القناة للمعاملات الزراعية للشجرة تحدث عنها، وشكرا لكم.